وفاة صحفي القناة الثانية دوزام صلاح الدين الغماري بسكتة قلبية مفاجئة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. وافت المنية ليلة الخميس الجمعة الصحفي بقناة دوزام صلاح الدين الغماري بعد أن تعرض لنوبة قلبية مفاجئة. ونعت قناة دوزام الراحل في منشور لها على فيسبوك جاء فيه: ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري رحم الله الفقيد وداعا صلاح، وبدورنا في القناة نعزي أهل وذوي الراحل داعين الله أن يرزق أهله الصبر والسلوان. ولد صلاح الدين الغماري في مدينة مكناس في 8 أبريل سنة 1970 وترعرع هناك، حيث درس في مدارس المدينة المحلية. بدأ صلاح في إتقان اللغة العربية وقواعدها منذ صغره بفضل والده، وترعرع في أسرة مثقفة تعلم منها حب الثقافة والإلقاء، مما أهله لأن يكون من أحسن المذيعين الصحفيين في المغرب. اشتغل بداية مع خاله أحمد بن المهدي في جريدة السفيرة المغربية ومكناس إكسبريس في بداية الثمانينات. من المفارقات أن والده كان يساعده في التدقيق اللغوي للمقالات التي كان يكتبها لحرصه على أن يضبط ولده قواعد اللغة العربية ويتمكن منها. اختار التكوين في الصحافة السمعية البصرية، واهتم أكثر ما اهتم بالميدان الرياضي، وأصبحت لديه ثقافة رياضية واسعة وإلمام كبير بها. وكان ينوي التخصص أكثر في الصحافة الرياضية، إلا أن الأقدار شاءت أن يتوجه أكثر إلى قسم الأخبار وخصوصا التقديم. توجه إلى روسيا من أجل استكمال الدراسة والتعمق فيها وعمل هناك أيضا، كما تعرف إلى زوجته خلال تلك السنوات. قرر الرجوع إلى المغرب والاستقرار بالدار البيضاء، حيث مقر القناة الثانية التي انضم إلى القسم السياسي فيها، وتخصص في تقديم نشرة الأخبار باللغة العربية فيها، كما أنه يقوم ببعض التغطيات الصحفية المهمة كمشاركته كموفد عن القناة الثانية في تغطية أسيمة سنة 2004، وتقديمه برنامج أسئلة كورونا التي كان من خلالها يحث المواطنين على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الوقاية من وباء كورونا. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.